اصلح الاعدادات شوي، احاول اقللها، بعدين احط اقل شيء ترى. خلص العنا، خلاص يلا. ليش طالع لكم اربع اعلانات؟ يلا موت. شو اسمه الاحداث حقت ال شو اسمه الاضافه تراها قبل احداث اللعبه. اوكي الله يقلعهم. وشو الحين؟ خلص. لا لا اوكي 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 يلا يلا. حلو. قبل ساعتين، قبل ساعتين يا اخوان الاحداث. دونت نو مي هاف يا ابن الحلال، ما يهم، اهم شيء ابي العب، انا ما فاضي اقرا. باقي لي اعلان خلاص. يلا اذا خلص ما في شيء الحين، ما في شيء. هذا الجزء الاول، هذه اضافه في الجزء الاول، فهمتوا؟ يعني العب بالشخصيه، اتوقع هذا تواصل مع الشخصيه الرئيسيه، فهمتوا؟ لازم تقرا، والله لازم اقرا. كانهم بيعطوني خيار اني اقرا صح. You don't know me. Okay, you have to make this quick. اتوقع انه مرسل الشخصيه صح، مرسل الشخصيه الرئيسيه يقول لك اضغط مربع عشان ترسل الايميل. ترى في زائد 18 داري او تلاس طبيعي. اوكي بسرعه بسرعه بسرعه. والله يا من زمان على العاب الرعب، لو اقدر اخلصها في بث اليوم. ديك ليش تحسون الشاشه مشوشه صح؟ ولا انا غلطان؟ كيف اعدل؟ والله ما ادري بس انا اوكي اوكي. دقيقة دقيقة يا اخوان، عشان اذا نزلتها يوتيوب ممكن في ناس يقولون عبد الله تسولف مع مين في اليوتيوب يعني، فعشان كذا بطلع ذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا اخوان جاهزين. اوتلاست هلا. اوكي نيو اوبجكتس. وراهم عاقلين. متى ناوي تلعب ريزيدنت ايفل 4؟ 4 ما لعبتها صح؟ اي ما لعبتها. هلا والله. سي بلوك. وش ذولي؟ وراهم عاقلين. هلا بالغالي. اتوقع الحين قبل الحوسه صح؟ اضغط مربع عشان تفتح. بالله. انا مستغرب انهم عاقلين للحين. هلا والله. يا اخي ليش وجيههم كذا؟ يقولون انهم يحترونني، انا مين؟ انا المفروض اني شيء مهم. شو اللعبة هذه؟ اوتلاست. اوتلاست بس اضافة في اوتلاست، فهمت؟ يعني غير مرتبطة بالقصة. اوكي وش السالفة الحين؟ شو اسوي؟ يا الغالي. الموت هذا عنده رالي مو ب اوه اوكي هنا اجلس. كلهم نفس الوجه ملاحظ؟ ملاحظ؟ في خرش. اوتلاست معروف. انا لعبت الجزء الاول والثاني والاضافات ما لعبتها، الحين نلعب معكم الاضافات. يا اخوان يا اخوان بلا الدون عم ميسي بلا خراط، تابعوا. لا الحين اقفل ام الشات، تابعوا. فاضيين انتم ذا الكوره. طب انا شو اسوي الحين؟ بس الظاهر اني مهم في المكان. في رعب نبي نضحك، كيف تضحكون؟ ها؟ ايه ايه. عبد الله تدري اني احبك. اسطورة اسطورة. الموت. طبعا ايه اقول لكم الاحداث تراها قبل احداث الجزء الاول، المشكلة اني ما اذكر احداث الجزء الاول بالضبط، بس اذكر الوحوش يعني بعض الاشياء. كيف حالك؟ الحمد لله والله بخير. خير يا اخوان. اوكي. هذا من هو الحين؟ ايه هذا الظاهر طالع في نهاية الجزء الأول. الله يقلعه. هذا كني أذكره يا عيال.
صح؟ عليكم السلام، هلا والله. يلا شفوا شفوا يا عيال، حطوه حطوه جوا شيء. اظن انه طبيب مهددين. اي او الموت، هذا هو هذا هو. وش ذي اللعبه؟ اوتلاست، اوتلاست دي ال سي حقها، الاضافه اوتلاست. بسم الله. طيب اوكي، ابشر ابشر. طيب وش اسوي؟ يقول لك ارجع للغرفه اللي كان فيها اللابتوب قبل شوي، ذي الاضافه القديمه. اي يا اخي انطم شوي، خليني بشوف. موت يعني انا في منظمه غبيه وشريره زي كذا وانحاش منها. بس شوفوا يا عيال صفقوا يا شيخ، انطم خلاص خلاص، خلينا نرجع خلينا نرجع. بس شو اسمه، تراه هو متواصل مع الشخصيه الاولى اللي في القصه، قال له تعال ترى في ناس هنا مجانين. اوكي، فيعني ما ادري بقابل الشخصيه الاولى اللي في القصه ولا شو الوضع. اوكي خلاص، تعود دائما تسك البيبان، اشكالهم تخش اكثر من وحوش، كلهم نفس الوجه، هذا اللي يروعك. يلا بسم الله نرجع اللابتوب. ما ادري اذا رد علينا على الايميل ولا لا. الموت الموت، الله لا يوفقك يا عيال. صادوني صادوني اني تواصلت مع احد. الموت، وصل اليد يا ابوي، الله لا يوفقه. هذا الكلب طبعا ما يحتاج ترجمة لأننا بنرتاح ونمشي، يعني لو فهمت شيء بترجمه لكم بالعامية على السريع. يعني ستوبد والله انتو ذا اللي وراء. وفق يا عيال والله روعني ترى. تم القفز بالضبط. والله ما قلتي، خلاني اوافق على اشياء كذبيه، بينطلني الظاهر في والله يوفقه. عليكم السلام، هلا والله. طبعا والله يا عيال اني ما بيفهم ولا بيفهم شيء، بس ابي يلعب. الله يقلع ذا اليد. اها الحين بيشيلوني، شفتوا البدايه، الحين بيشيلوني يودوني المكان اللي فيه الوحوش حقين اوتلاست. استعدوا يا اخوان، الله يستر. بسم الله. انا اذكر الوحوش في ذاك الشبح اللي طلع في الاخير، وفي الدب، وبس هذا اللي اذكرهم. الموت من هنا، الحين نكمل. بسم الله يلا يا اخوان. فكوني ذولي، فكوني بيتركون. ايه هي الكاميرا على اليمين، كاميرا على اليمين اخذها. والاول موت، هذا مين؟ صوت كويس. يا رب الوحوش ما يشبهون بعض. لا ما عليك، الوحوش انت بتشوفهم بعد شوي. هذا الشبح، هذا اللي اقول لكم. الصوت عالي شوي عندي، قصر شوي. هذه تراها الاضافه يا اخوان، هذه تراها الاضافه مي باللعبه. هذه الكاميرا حقتي صح؟ اي والله اني داري، جيبها. وات، صوت كويس. اوكي اوكي، اوف دعسه. اها كيف كيف ازوم؟ لا دقيقة، خلنا نتدرب خلنا نتدرب. ار 1 كيف اطفي؟ اوكي بالجير هولو، كيف ازوم؟ اوكي يا الغالي لا يكون راح علي. لا لا تونا نبدا، ترى هذا اول بداية، هذه ما راح عليك شيء. يا الغالي انا من وين اطلع الحين؟ اوف فتح لي الباب ذا. هذا مسالم هذا ولا مسالم انت صح؟ في ناس مساكين ترى نفسي، وفي ناس ابدا مو مساكين. يلا خلونا نطلع. دوت وش؟ الموت دوت وش؟ اوكي
الموت شيء هنا يا عيال، ما تحسون ما تحسون الإضاءة قوية صح؟ ممكن نسوي سيف ونرجع؟ انتم تحسون نفسي صح؟ لدرجة ما نشوف شيء، ولا هي اللعبة كذا؟ كيف أعدلها؟ كيف أعدلها يا عيال؟ مرة قوية يا أخي. واي محطوطة على شيء، خير قللها شوي. أوكي بالعكس الإضاءة ضعيفة، لا يعني تحس فيها تغبيش من قوتها، نضعفها شوي. لا والله ما أحس إنها قوية. لا لا زينة زينة يا رجال. والموت ها؟ الله لا يوفقكم، والله لا يوفقكم ثاني. ناظروني شكله دوري بعد شوي، دوري صح يا عيال دوري، والله شكله دوري بعد شوي. تحس في تشويش؟ لا من اللعبة التشويش ترى. طب كيف أركض؟ الموت هذا شي بيه شبح شبح. هاي شلون يركض؟ شلون يركض الحمار يا عيال؟ شلون يركض؟ دقيقة R2 R1. الون يركض. يوه في شيء، في شبح. والله قال لكم شبح هنا، والله قال لكم شبح هنا، شبح هنا والله. اوكي اوه في بطارية، كويس اني رجعت. والله في شبح. هو برا الكلب. انت ايش فيك تصدع كل شوي ولا ايش قصد يا عيال؟ انتم ايش فيك تناظروني بعد؟ اوكي بسرعه بسرعه، في واحد دخل هنا. عندي بعد فاضي. شو اسم اللعبه؟ اوتلاست الدي ال سي، هذه الاضافه. موت موت. هاي والله ما ادري يا اخوان. هاي هلا والله، يوفق العدو. وش دخلني عندهم ذا؟ وش دخلني عندهم؟ اها اوكي يا عيال اليسار، شوف الوقت اللي اسجله. طب دقيقة انا لا اخلص. لا عبيت بطارية بالغلط يا ليل. زومبي والله ما ادري وشو. خير خير انت. هذا دكتور تراه من الدكاترة اللي متسببين بالمشاكل، فعادي انه يموت. القاه من الشبح ولا من ذول؟ هذول مسالمين، ايش السالفة؟ الحين من الوحش في الموضوع؟ يا لا قد عندهم والله مسالمين ذول، ايش رايكم؟ انت القاه من الشبح ولا من ذا اللي ناظرك؟ ما ادري. الله يوفق العدل. والله لا يلعن ابو ش، استغفر الله العلي العظيم يا ابن. وش اللي كان باك؟ صك فجأة صك. والله يوفقه. اوكي اوه الموت الموت الموت. صك الباب لا تفتح. مع السلامة مع السلامة. هي ما في بطاريات شي؟ ممكن يحسبونك منهم، شكل وجهي نفسهم. ايه الو انا ويني فيه؟ ايش صار؟ ايش صار؟ نط واحد في وجهي الله لا يوفقه. اتوقع انهم يمثلون انهم مسالمين بعدها يقلبون عليك، والله شكلها. والله لو يوفقه. يوز ذا شورت ويف؟ اوكي. طيب وش المهمة ما بداني اقراها طيب؟ اوكي. حكون عليك، والله شكلهم. يلا ننزل. إذا جاء يعني زي كذا يعني في الشبح بيجي ولا وشو؟ الموت هلا والله يا الغالي. لا لا هذولي ما منهم خوف، هذولي شكلهم عاقلين. بس بالله خلي خليك جوا، ها خليك جوا. أوكي ما لا تطلع لا تجي. الحين وين أروح أنا؟ من هنا. الشبحي بسم الله الرحمن الرحيم. وين اروح؟ اي الباب مقفل ذا. نجي من هنا. الموت الباب يخبط ذا. بسرعه بسرعه سك 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 سك.
لا مو بصك يدخل يا غبي، في واحد جوا يعطوني كذا. ايه انا احس انهم يعطوني او بطارية صح. شي بذا الحين ضف وجهك، بس ضف وجهك. شو سوي هنا؟ اي صح هذول يمديني ادخل فيهم واتغبى. اوكي معلومة بس لكم. او في زر اضغط الموت. هذول يصفقون الدكاترة. اوح طب انا شلون اطلع؟ ولا بيجي دوري بعد شوي؟ بس ترى المكان انفتح لو تلاحظون. المكان انفتح. حلو اروح. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الشبح صوت الشبح صوت الشبح. جاء 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 جاء. والله انا جاء بسرعة. وش تصك يا كلب؟ اه اوكي. تعال 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 خذني معك. طيب خذني معك. طلع الكلب يقزت. افتحوا لي. طيب ما لهم هم سبب الوباء شكلهم. شكلهم فوق صح؟ واضح فوق. اوكي بسرعة شغل الكاميرا. ايه المكان ظلام. ايه واضح يا عيال بدينا بالجد الحين. هاي تسمعون الموت؟ تسمعون الاصوات يا اخوان؟ اوكي من وين اروح انا؟ ايه يا عيال عرفتوا ذا؟ ترى هذا الظاهر وحش في الدي ال سي، واتوقع انهم ما جابوه في القصة الرئيسية. هذا اول بوس، هذا اول بوس ترى. طبعا يعني ما يحتاج اقول لكم شو يسوي، يعني واضح. اوكي هذا اول بوس. الا الا يطبخ يطبخ. استعدوا يا اخوان الرعب بدا. ايه ديكستر هنا. ايه ديكستر جزاء. ايه بالضبط. ده المشكله بيشوفني. طيب بيعرفني يا الغالي مع منشار. الله لا يوفق العدو. اي ما نروح. الو؟ اه من قدام اوكي. الله يقلع شكلك. خير ان شاء الله. يوفقه. وش ذا بعد؟ انت شلون مدخل راسه هنا انت؟ طلع طلع الكاميرا. الموت. ايه مع السلامة يا عيال. ايه نشوفكم على خير. سك سك سك. خلص خلص شغلك خلص شغلك. والله ما قد عنده ذا. لا هذا اول بوس ترى. والله هذا اول بوس بيجي. اركض اركض. انا ايش فيني مهدي. اركض. حلو في صوت. في صوت هنا. اروح للصوت. اذا في صوت اروح له. اوه بسرعة. اوكي 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 اوكي. إذا جاء الصداع ذا ترى الظاهر الشبح لازم تتعارك معه. لا في أوتلاست تنحاش. ما في شيء اسمه تتعارك ولا أوتلاست. أنت أضعف واحد في الماب. إيش ذا؟ في واحد جوا يقول أنا جاي يا كوبر ما أدري إيش يقول. اللوك ذا يقول افتح الكلبشة عشان تفتح الباب. طيب من وين أفتح الكلبشة أنا؟ في مفتاح ورا يعني ولا وش؟ كم في البطارية؟ وفق شوي. وش فاتني؟ تونا تونا بعدين تقريبا يعني كم روعة خفيفة بس. الموت. يا عيال والله انه عنده. اوتلاست 2 لا هذه اوتلاست الاضافة. والله انه عندي اللي قبل شوي.
خذوا نفس واستعدوا يا اخوان. والله انها عنده. انا السلام عليكم. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. شافني ذا على طول، اطلع شافني على طول. ايش فيه؟ والله لا ارجع له. اصبر اصبر، ممكن يا الغالي تعطيني مساحة شوي. هلا هلا والله. الموت موت. هاي عطني مساحة شوي. ايش فيه؟ انقلع انقلع، بتصير لحم مفروم. ادري حما ما عطاني شيء يا عيال. طب شلون اروح؟ اجل اذا هم تكي هنا. انا شفت طريق يمين، ترى شفت طريق يمين. اصبروا. لا في باب ما ينفتح يا عيال. وين اروح اذا هو قدامي؟ وين اروح؟ ايزي ايزي، هدوء هدوء. كيف انزل؟ هدوء. جاك على طول. ايه ما يتفاهم تراه، دائما الهدوء صدقوني هو الحل. هذا الباب اللي اقول لكم. اوكي انحش بس اهرب. انت فايدتك تهرب بس في اللعبة دي. طبعا والله يا اخوان انا عندي ان الوحش يلاحقني ولا الوحش ما ادري وينه. لا خلاص الحين ادري وينه، اطمن لانه قدامي، قدام عيوني. شوف شغل جا ذا ولا الموت جاء. الموت جاء. فيد مي ضف وجهك. يلا يا شيخ يلا، بلا فيد مي بلا. ضفه بسرعة 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 بسرعة. وين اروح؟ وين اروح؟ والله ما ادري يا اخوان. افتح صك. اوه اوكي انحشت انحشت انحشت. كان في بطارية الا والله في بطارية، خذها. كان نزلتان والله. حمار ثان. ايه انا لازم اجيب مفتاح صح. طيب ليش في ذا الاصوات الحين؟ ترى مو بوراي هو. هي وين المفتاح؟ دقيقة، لي دقيقتين بس اصور. الموت يا ويلك. والله شكله جاء. تصدقون شكله جاء؟ ولا لا ما جاء ما جاء ما جاء ما جاء. بس المفتاح وينه؟ ما في الا ذا الغرفة يا عيال. معقولة في غرفة ثانية؟ الله لا يوفقه. ترى هنا، ترى هنا هو، ترى هنا. تسمعون منشارة؟ تسمعون المنشار؟ بس من وين اروح؟ اوه في باب هنا. لا هذا نفسه اللي طلعت معه. يا اخوان هلب، في احد يعرف وين المفتاح؟ قصرت مرحلة اللي يساعدوني انا. هنا هنا في باب، نفس الباب يا عيال. اوه روحي اللي يوفقه جاء. وين اروح؟ اوكي يا حمار يا حمار يا غبي يا غبي. يلا ضف وجهك بس ضف وجهك. وين وين الطريق؟ وين الطريق؟ اخلص. نبي بوم مرسال. وش اسوي بوم مرسال؟ يجي يفزع لي يعني هنا ولا شو اسوي؟ خلاص يا عله يا بثر يا نشبه. الله لا يوفق العدو. وين المفتاح؟ ما في غرف المشكله. لا حول ولا قوه الا بالله، نفس الغرفه. خلاص خلاص. اوه حشرت نفسي. هلا
افقع 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 وين؟ هذا هو السؤال. حلو، انا لازم اتغبى عشان ادور مفتاح على راحتي. اخوي ما تخلص لياقتك يعني؟ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما في مكان فوق؟ طيب يمكن فوق، يمكن فوق شيء. حلو ضيعني. يمكن فوق شيء. ايه هلا ممكن فوق شيء. شفتوا فوق. حركة اوت حركة اوت. وش دي؟ هلا والله معليش الغالي طبيت عندك. امه حركة اوت حركات اوت لاست. نعم ها شكله ما يشوف. ايه عميان ذا اسحب عليه اسحب عليه. الوضع ركض بس. هو هذا المفتاح؟ هذا هو ولا فخ ذا؟ يا اخي خذها يا اخي لا تجلطني. في صوت خبط، وش السالفة؟ الله يقلع وجهك. انت وش تبي انت؟ بطاريات والله كثيرة. يا تنظف وجهك بس ما فاضي لك انا. يلا طلع نفسي من هنا. يقول ابغى هلب الظاهر ما ادري ايش يقول. يلا يا شيخ. معقولة خلصنا يا عيال جهة خوينا ذاك؟ بيسلم عليك. كيف بيسلم علي بمنشارة؟ قبل شوي كان في صوت خبط ولا؟ انتم سامعين صح؟ كان في احد كان كسر هذا الباب. في احد كان يا عيال رجعنا له والله. كان المكان حقه اللي قبل شوي ولا؟ والله شكلنا رجعنا له يا عيال. والله شكلنا رجعنا. هي هو هنا صح؟ عبطاريه عبطاريه. والله انه هنا هو يا ولد. قم اصبر. سيف جاء سيف. والموت انا ما ادري وينه بس هو جاء. انحش انا ما ادري وينه. هو جاء هو جاء الظهر انه وراي ترى. بسرعه والموت. والله انه وراي شفتوه. والله لا يوفقه بسرعه. صح عليه. ما ذبحني يا اخوان. روح. يا اخي اوتلاست ممتعة ومرعبة والله العظيم. طريقة اللعبة حلوة يعني. في اوح في احد خبط الباب. في احد خبط الباب. وش ذا؟ اها هنا افران شكلها. شلونك يا عبد الله؟ والله الحمد لله لين الحين. ها ما علينا ما علينا مركزين. قلت لك قرب. والله ما ادري عنه الصراحه. اوه اللعن. استغفر الله العلي العظيم. الله يقلع يا عيال. ذا منو يطلع ذا الكلب؟ اوكي يا حيوان. يقول اقعد هنا. حلو نطلني في الفرن يا الغالي. طلعني تكفى الله يرحم والديك. قوم من هنا من هنا. اعلان اعلان. اوكي اعلان. اوه اعلان ام عاد. يلا يلا بوقف وقف شال الاعلان. خلنا ناخذ راحة. اعلان اوكي اوكي اوكي. اشرب موية. فاتني شيء؟ لا لا تقريبا اعلان. طيب شوفوا 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 شوفوا. خلوني فيما يخلص الاعلان اضبط الاعدادات حقت الاعلان. لان انا متاكد 100% اني حاطها شويه بس برضو جالس تطلع اعلانات كثيره. اصبروا لي شوي. ها اصبروا شوي. دقيقه يا اخوان. ها ما في اعلان؟ لا بس في ناس يجيهم اعلان. اصبروا أبقللها أقل شيء. والله أقل شيء هي أصلا يعني. وش أخليها صفر؟ مو معقول عاد. ها يلا ها أقل شيء خلى الحين يطلع. يلا نلعب. خلصتوا؟ إيه الشات ليش اختفى؟ أوكي يلا نلعب. نبيك تشقى. ما اقول لك ما يمديني اطق باللعبه ذي.
خلاص يلا يلا يلا. اشتراك حلو يقولون، صح صح صادق قمر، يعني اشترك وما راح يجيك اعلان برضو، بس يعني انا تعرفون. اوه كيف بسرعه 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 يا هو، الله لا يوفقه. بنزل يوتيوب والله ما ادري يا اخوان. العب فيفا والله انكم انتم ما تطفشون من فيفا يا عيال. كل تبن يو ار ماين. وح وح طاح من فوق الاعلان وقته غلط والله، وقت الخرشه والله ما ارجع منك صاحي انا. يلا بس يا شيخ. اوكي وش ده؟ كنيسه، خلونا نطلع بعد كنيسه ورعب. خلاص هنا في سلم، بسم الله يا اخوان. اللي ما يبي اعلانات يشترك اوكي، خلاص هذا هو الحل الوحيد. هي ورا صوت تدبل ذا، شلون باركور الوضع؟ ورا باركور شكله. اوكي حلو، في اصوات فوق. الى الان الصراحه الاضافه حلوه يا عيال، الى الان الاضافه جميله ومستمتع وانا العبها. في طريقة اني اقدر اطلع الكلام عشان اللي بيقرا، في احد يعرف؟ هذي ولا هذي ولا هذي؟ والله ما ادري، بس الظاهر في طريقة اذا كلام يطلع الكلام، اتوقع هذي ما ادري، نشغلها ونشوف. اه لا يا الغالي انا عكست الاب والداون. اي اوكي. اوي الشبح، طبعا الشبح هذا يعني ما ادري هو. اصبر وين اروح انا؟ الموت الموت شو السالفه؟ ما ادري هو رئيسي في القصه، نفس القصه اللي قبل ولا لا؟ نفس القصه الرئيسيه اقصد. لا مو من هنا، مو بعرف كيفك. حلو بطاريه جيبها. من وين؟ فوق ولا قدام ولا من وين يا الغالي؟ يهو هلب هلب يا اخوان، في احد يعرف؟ اه من هنا. اوكي واو ما استفدت شيء. تحت تحت، لا تحت برجع. اصبر فوق هو المفروض. فوق فوق. اه من هنا من هنا يا عيال، من هنا. حلو سوى سيف. اصبر في بطارية هنا. ليش المكان كذا ذا؟ الموت، انا ماني مطمن، انا ماني مطمن ذا المكان. اقول لك خش التاوية، ما شفت والله رسالتك. في اصوات يا عيال. الو هنا البطارية صح؟ اوكي يلا يمين يسار فوق. والله رحت كل مكان انا. اسمعوا صوت منشارة يا عيال، جاء جاء والله ابو منشار، والله انه جاء. من وين اروح؟ من وين اروح؟ بطاريات كثير. ايه انا حاط الصعوبة على شيء فاهم، عشان كذا البطاريات مرة كثيرة. والله انه جاء، والله انه جاء. ايوه يا عيال تكفون، خذوني معكم، يقولون في باب مفتوح. كيف اصلهم؟ كل الناس يطلعون الا انا. والله انه في يا عيال، والله انه هنا بمنشار والله. ها وشو؟ فيدمي مين؟ فيدمي
حلو، انا ما ادري وينه ترى، يعني انا بركض على عماها. يا سيد ارحمنا شوي. حول خلاص. تعال 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 كانك رجال. يلا انقلع الهطل. اوكي بسرعه. والله هي موفقه. وشو ما في له في ذا الاضافه ولا وشو؟ وين الوحوش الباقيين؟ حلو مسكر ذا. حلو مسكر. حلو مسكر. شكرا. يا عيال من وين؟ من وين؟ انا في طريق رحت معه قبل شوي. ايوه هذا. ايه خير ان شاء الله. دقيقه خلونا نستوعب. هو انا اروح يمين، لا سيده بعدين يسار صح؟ يلا يا شيخ. سيده يسار، خلونا نراجع. يمين، ايه كذا يمين يسار، بعد اليسار هنا، هنا المفروض في طريق. الموت ما تضيعني. يقول اكان سماليو يا عيال، يبغى يكلمك. ايه كلمني ان شاء الله. والله اني ما ادري وينه، هو قدام ولا ورا، بس هدي وامش. حلو ما ينفتح. لا تكفى. وش ذا الاصوات؟ يبون يروعوني بس. فوق ولا تحت؟ بلاش. اوه صار ظلام. ليش؟ والله لا يوفقك. ليش صار ظلام؟ يا شيخ يا شيخ ضف وجهك يا شيخ يا شيخ. خلاص فيد مي. مين وش تبي؟ فيد مي. حلو لا قوة الا بالله. انا ما ادري وين اروح من الاساس اصلا. حلو جدار سرايا الغالي، جدار. حلو بطارية ما فيها. وين اروح يا اخوان؟ هو في مكان اكيد. فوق. الله يقلع هنا هو. الله يقلع. ولد ويني فيه؟ حلو بموت بموت بموت. مت مت. طبعا ما عاد صار يشتغل ذا، ما عاد صار يشتغل. يطلع اول موته. ليش يطفى النور؟ ليش يطفى النور اذا جاء؟ اول موته. ها مرسمينني عنده على زحف كذا. والله ما ادري وين اروح يا عيال، والله ضياع الوضع. فوق تحت. لا مو من. اوه هذا مكان جديد. اوه من هنا يا عيال. لقيته لقيته. والله بالصدفة يا عيال، والله شكلهم ساعدوني اصلا. والله سوى سيف. اوكي سوى سيف، شكرا لك شكرا لك. بس من وين؟ اه هنا مقفل. بطارية كيف؟ اوكي كويس. اللعبة صعبة وحوسة. ايه بس معقولة ذا بيجلس كل شوي فيد مي فيد مي؟ خلاص عاد مو بزحف. انا بادخل زين. احسن موت موت احسن. find the main valve and shut off the كذا كذا. طيب في شيء الظاهر لازم ازيد. في شيء في قطعة. الله لا يوفق. وين اروح؟ من وين ذا الفالف؟ ما ادري وشو. وين اجيبه؟ الفالف عشان اجي من هنا. فوق شيء ولا من وين؟ منا. منا اوكي. اجس فيد مي فيد مي كل شوي. خلاص عاد انقلع. اي في صوت باك. هلا هلا ويلكم. سالفه خرشني. مو بس انت اللي خرشك، في صوت هنا يا عمي.
سوي سيف. يلا يلا يا اخوان خلونا نروح نلعب فيفا. يلا يلا مع السلامه مع السلامه. الله لا يوفقك. هي لا 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 بغيت احذف الحفظ. بالله عليك مروعني بس كذا. يا الله اي 237 احفظوه ذا شكله مهم. بس هو اللي ينور. اوكي احفظوه ها. لا يوفقه والله اني حاس يا عيال قبل شوي انه بتجي روعة. فيد مي هنا ومنشار. هذا الباب اللي خبطه ترى. فيد مي هنا صح؟ والله انه هنا. استغفر الله ما بيحلف. بس انه واضح انه الوضع سيب طويل يعني ركض. اوه ماي جاد. اي 237. اوه الغرف. والله ان استغفر الله انا ما بيحلف مشكلة. اوكي اوكي يا الجا. اوه قدامي هو انا حسبه وراي. الموت الموت حسبه وراي طلع قدامي. حسبه وراي طلع قدامي. اوكي انقل انقل انقله. رح سيده رح سيده. اما شفتني 237 207 هنا هنا 237 ولا وشو؟ والله ما ادري انا خشيته بس خشيته بس هنا. بسرعه بسرعه يا ولد. اوكي والله يقلعه. اخ الموت الموت الموت. هاي هذا خبط الباب. اوكي يب ذي 200 يعني صح الطريق صح. لا ما تزحف علي كان يخبط الباب يا عيال. لا ما تزحف علي وتوقف بعدين تطلع في وجهي. سكر الباب وراي بس اهم شيء. اهم شيء سكر البيبان. اوكي طبعا الحين راح يرفس الباب هو ثم لا يهشم. اوكي اي 42. لا انا داخل مع الصح صح. انا داخل مع الصح. خير ان شاء الله. حاطين خرشه يعني هنا المفروض اخاف. ايش رايكم فيني يا اخوان وانا جامد؟ وين اروح الحين؟ الله يقلع. بسم الله ضف وجهك ما ابي اقعد عندك اصلا يا شيخ. ضف وجهك بس سك الباب وراك. اهم شيء اللي انت شغلته انا ابي اوصل للي اشغله. وين اللي اشغله؟ هذا هو السؤال. صك البيبان كالعادة. خلاص اسمعوا منشارة يا عيال. مو معقول جوا هو. مو معقول في كل مكان. يا ساتر اسمعوا المنشار. والله المنشار هنا. اي انا سامع انا متاكد سامع. الا خلاص يا مسلم. اي مسلم بعده مو مسلم. اقول خلونا نجهز النحشه ها. شكل في منا 10. انا بديت اشك انهم 2 ولا 3. مو معقول انه واحد. وين فيه هنا؟ لا مو فيه صوت بس شكلهم يطقطقون علي. امدى يجي هنا والله كذب.
والله اني داري يا يهود. There you are. حلو. ميت انا ميت انا لحم. انا لحم يا قذر. احذف وجهك بس. يلا يلا بس يلا. حلو مسكر. سك الباب. سك الباب لا سك وجهك بكف. طبعا ادري اني رجعت للغرفة ترى. سكر. سكر. وين اروح؟ وين اروح؟ يا ليل ام المبزرة. يا ليل ام المبزرة. يا عيال. ابو ميت يا الغالي تعالي تعالي شوي. ابلع سك الباب وجهه. يلا فمك خير تدخل. يلا فمك خير تدخل. ادخل ادخل. يلا ابلع ابلع مهارة ميسي. طيب الحين انا ما لقيت المكان ذاك، شو الوضع يا عيال؟ في مكان لازم اشغل. اه هنا هنا. الله يوفق العدو. اخلص ولد. اوكي. فيد مي الكلب. ماني بهنا ماني بهنا. اطلع اطلع. فيد مي فيد. مش اسوي لامك انا فيد. من وين نطلع يا عيال؟ من وين نجي؟ اوه والله معقد الماب. وين نروح يا عيال؟ كيف المهارة يا اخوان من تحت السرير؟ قم عاد لا اصفقي. وين نروح؟ ممكن افهم بس شوي لاني طلعت من المكان. الله لا يوفقك زين. انا لله وانا اليه راجعون. فوق فوق شيء. يا ليل. فوق ما في شيء ارقى فوقه. انت الحين تلحقني مسلم. علمني الطريق طيب عشان يصير فيه اثاره يعني اني هو من هنا. والله من هنا صح. اوكي من هنا. ما عليكم التفكير، العب على الذكاء مع الوحوش الاغبياء اللي زي كذا. يلا يلا ضف وجهك. جاز روم. ادخل صك. الله يوفقه. اخيرا اخيرا يا اخوان هذا اللي ندوره. الا والله هذا هو. الحين نرجع لين البدايه. أوه. اما لي ساعه يا عيال في ذا المكان بس ساعه. والله واجده ترى. سوي تطهير. خلينا نشرب مويه شوي معلش. يلا يلا عاد لا تجلس تطلع يا رجال. انطم بس انطم انطم انطم. اص اص اساس اخاف منه الحين ولا؟ يلا بلا بلا هطف. ارجع ارجع بسرعة 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 بسرعة. تعال 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 اخلص. يلا عندك باب ثاني، مهمة ثانية. الباب الثاني من هنا من هنا ترى الطريق. والله لحتريه. جيت اقول الباب ذا. ما تشوفني تسوي نفسك ما تشوفني. والله يوفق الهجاجة. خلاص يو ار ماين وما ماين. خلاص اتوقع المفروض ما عاد تطلع. الحمد لله فتحت الطريق يا اخوان. بشركم خير ان شاء الله. ترى من نفسه سوى وليكم يسوي سيف كذا غريبه. اصبر شوي يمكن يمكن يسوي سيف. يسوي سيف اي الا والله يسوي سيف. يعني شابتر جديد الحين. الا شابتر جديد. اوكي معقوله خلصت منه يعني؟
والله شكلي خلصت. الا والله طلعت يا عيال. ما اشوف. والله شكلي خلصت. شابتر جديد الا. صك اي باب، اي باب وراك صكه. وين اروح؟ والله اللعبة ممتعة جدا جدا، يعني لعبة رعب ممتعة، هذا جوي انا. الله يلعن، استغفر الله العلي العظيم. مش ده؟ ها؟ مت؟ من ذي اللي ضربني؟ بس كذا يروعوني يعني؟ اوكي. في احد ضربني صح؟ معناته في احد معقولة في دمي هنا؟ ها وشو؟ اها الا في واحد برا بس مو في دمي، واحد ثاني. الله يوفقه. اوكي في واحد جوا يخرشوا. ايه اقولك فجأة اللي يجون ما في تفاهم. اح فاجئك لا اسطرك بس. ما ادري بس سك الباب، سك الباب. ما ادري احس اني لازم اسك الباب هنا بس خلصت. لا يمكن في بطارية، اصبر. معقول ما في بطارية هنا؟ احس من زمان ما جت بطاريات ولا؟ طب من وين اروح انا؟ الو يا عيال من هنا؟ لا ما ينفتح ذا. من هنا. لا يكون من عند ذولي. الله لا يوفقه. من وين؟ يا عمي صراحة مبالغين بالضباب، وش السالفة؟ من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا. وش تبي أنت؟ هذا اللي خبطني قبل شوي. اوكي الا من هنا، هذا مكان جديد. يب يب. ها شكلكم يب على اللي قبل مو على ذي. والله ما ادري يا اخوان الصراحه. سك سك بس. انت الحين حشت الظاهر اني خلصت الوحش، ما ادري والله يا عيال. ترى من هنا وش مكتوب؟ اوكي هنا ما في شيء. مشكلة في واحد يلاحقني برا. انت مفتحوا لي. طيب اصبر 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 اصبر. من هنا صح؟ دائما انسى ان الكاميرا من هنا. يلا عم الزحف زين. لا انا جاي من هنا صح؟ انا لعبت اللعبة لسه ما جا الروح بعد. حلو يعني الحين نقنق الوضع. والله الاماكن تضيع. اوكي من هنا صح؟ انا اقلع. الله يقلع صلعة زيدان ذي يا حيوان يا كلب مار ذا. اوكي يوم يحطون خرشات غريبة يا عيال. وين نروح؟ اها مجاري جا. سلم. اوكي الحين بيطلع علي واحد. لا اوكي سوى سيف. حلو يعني انا في المكان الصح. هذه البدايه شكلها اي شيء. اقول لكم اول بوس ذا اللي قبل شوي يعتبر
فالباقي ما أدري شو وضعهم. أها. يا ذول يا عيال، اللي يلعب اللعبة الأساسية يعرفون هذول مين. هذول يعتبرون واحد من البوس، هم اخوان اثنين. ايه هذول ما يلبسون سراويل طبعا يا اخوان، فنتجنب ان ننظرهم. اوكي يعني حرفيا ما في سروال ابدا. اذكرهم هذولي، اذكرهم في الجزء الاول، في تختيم الجزء الاول اذكرهم. انا اذكرهم هذولي. الله لا يوفقهم يا عيال. نتجنب ان نطالع. ها والله ما يلبي مره ما في سروال مره. أتحس بني أبالغ مرة ما في. تسمعون الدقة حقتهم؟ تسمعونها؟ أوكي. مفسخين. أيوة بالضبط. دائما هم أذكر هدوء. تخيل شكلهم فراسي. إيه خلا فرا. افتهم. الحمد لله في ضباب. الحمد لله الضباب مسوي تغبيش. الضباب مغبش بلاوي. طيب يا عيال افتحوا لي شوي بالله. يسار ولا يمين؟ انا مجنون. الحمد لله فيس كامي مغطي. اوه الموت. فيس كامي مغطي على شو اسمه. يا ساتر. يزحفك يزحفك يا اللي جاي تكتب. اوكي خلصوا خلصوا صح؟ اوه اوكي عديناهم. اذنك معك اذنك معك وانا اخوك. عديناهم يا عيال ايزي. دائما هم هدوء. حول ولا قوه الا بالله. من الكلب اللي رمى؟ من الكلب اللي رمى؟ من الحيوان اللي رمى علي راس؟ شو ايش تبي انت؟ ايش تبي؟ وخر وخر اقول وخر. شو سبايس فار؟ نعم انت. هاي جو ذولي الله يقلعه. انت ايش تبي انت الحين؟ ما في بطاريه شيء. اوه هذول هم برا. يا سلام انحشرت يا كلب. خلاص هذا وش يبي يلحقني. اوه اها يلا يلا مع السلامه مع السلامه مع السلامه. بس ذولي حشروني في ذا المكان. سبعه على واحد ايش فيه؟ بدون سراويل بعد. عليكم السلام. هلا والله. سوى سيف الحمد لله. يلا يلا يا شيخ يلا. بس من هنا؟ لا مقفل ذا. من هنا اعلان. اقسم بالله اني مقلل ام الله. الله لا يوفقها اعلان. زين صوت واحد. اي ها انا احاول اركز وش يقول. اعلان. تبون ننتظركم؟ خلص يلا اوكي. لاني مقلله ترى. مقلله اعلانات اقل شيء. حلو عنا. استغفر الله العظيم. وش انت تبي انت؟ وشو؟ الحمد لله خايف ذا. احس بيلاحقني. Come back. يقول لي نصيحة ارجع يعني لا تروح. والله لا روح والله. انا ما بخواف مثلك يا الهطف. ما في بطاريات. راح اسم زمان ما جت بطارية يا عيال. اوكي. قفل. حلو مقفل ذا. وين نروح؟ سلم.
افضل ثلاث العاب رعب بالنسبه لي ريزيدنت ايفل 4 او تلاست ريزيدنت ايفل 2. ايه ان شاء الله هذا شكله يقول شعر يا عيال اتركوه. هلا لا الشبح هنا الشبح هنا يا اخوان. ها واحد يندعس جوا الشبح هنا والله. اصبر 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 يلا راح شكله راح. بيفتح لك افتح لك ما ينفتح والله ولا كان فتحت لك. عبد الله تكفى قفل الاعلانات. مستحيل اقفل الاعلانات. اشترك عشان تروح الاعلانات من عندك. اما اني اقفل الاعلانات زحف ذا عاد. ايش السالفه هنا وشو؟ اوكي ايش مكتوب؟ راديو ذا. هي المفروض في شيء هنا ولا اجيب قطعه؟ شلون؟ ممكن اجيب قطعه اشغله؟ المفروض يشتغل. اوكي ناين ون ون بلغ. والله لا يوفق العدو. او ماي جاد ياخذ الكلب وشيبي ذا. هذا اللي في البدايه هذا وش وضعه يا عيال؟ يا عيال هذا باذن الله اني اصيده. الله يقلع يا شيخ. الدب والله انا الوحش الدب يا عيال. بعدين بث ثاني بث ثاني بث ابو مرسال بعدين. والله اليوم خلونا على والله انه الدب يا عيال. والله انه الدب والله انه الدب. كيف اشترك؟ اضغط في عندك سبسكرايب ما ادري ايش. والله انه الدب يا عيال اللي في الجزء الاول. اصبر اص هدوء. شكرا على الفولو. شكرا. تسمعونه يتنفس؟ ايش بتسوي باليوم الوطني؟ والله ما ادري الحين. خلنا احنا عندنا يوم اسود هنا. اترك اليوم الوطني انت. لا والله انه هنا يا عيال. شفتوه؟ شفتوه؟ ايه انا لازم انحاش منه ذا بسرعه. بس المشكله ابغى اخليه وراي عشان انحاش قدام. شفتوه يا عيال؟ عرفتوه؟ دقيقة في واحد يقول بكمل اشتراك. دقيقة خلنا نشيك. الظاهر الاشتراك الواحد بتسعة ريال بس. تشترك وخلاص ما تجيك اعلانات لمدة شهر الظاهر. وتبغى تزيد الاشتراك اشترك شهرين ودبل التسعة. شوف عاد كم تطلع. يا عيال الدب ذا مصيبة ترى. الدب ذا ترى مصيبة. 11 ريال يعني. لا 9 الظاهر. هو يختفى. لا انا احب اشوف الوحوش. انا ما احبهم يختفون. ايه تحب تشوفه ما اخلص. اقول السلام عليكم. اقول السلام عليكم. يخرب بيته يا عيال. وراي. ايه وقف. لا اقص الرجول. يا الهطف ابلع. لا مكتوب 10 حدا. ايه يمكن انا شفت الجفت سب. يمكن الاشتراك هو اللي شو اسمه ب 11. بسرعه ما علينا من الاشتراك. الحين في ابن لذينة يلاحقني. اوكي اصبر اروح واتركه كذا. لا ما اروح واتركه كذا. يعني انت المفروض تخوفني انت ضف وجهك.
تعال ليتل جوست. انا اقول امشي صح احسن. اترك اترك الاستهبال هذا يا عيال. اتنشن وشو اوكي اكزيت ده ما ادري وي. طيب حلو وو تركيز. هلا هذا يعني شو اسمه شو اسمه ذكروني ذكروني اللي في القصة الأولى شو اسمه شو اسمه ذكروني الأب ما أدري وش هو مارتن. مارتن هو ولا هو اللي كان يكتب هنا مارتن ولا شو اسمه 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 زي كذا. إلا والله هو الله يقلعك. وشو اوح 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 شو السالفة شو السالفة والله يقلع بسم الله ذا ما شفته. في طقاق في طقاق في طقاق اصبروا وين اروح زيدان والله شكله زي طب ما انا اروح ارجع ضف وجهك بس وانا اروح. طيب منا يا اخي كان اسمه يا اخي الاب ما ادري وشو. لا 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 افتح لي شيخ الله لا يوفقك زين هذا اللي بقوله. بس كل شوي واحد مقفل الطريق في وجهي. انا احس من زمان ما لقيت بطارية ترى. الو الو ابغى بطارية. تكفون 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 والله بطارية الحمد لله. خذها خذها اشحن اب زيدان الظاهر. ايه خلاص الاب زيزو يا عيال الطريق الطويل هذا ما يطمن. شوفوا انا ما ادري شو السالفة بس اني بركض على قدام. انا ما ادري انا ما ادري من وراي وش النوع الوحش اللي وراي. انا بمشي على قدام اتوقع انه الدب والله ما ادري بس انا بمشي والله ما ادري بمشي. وفقك زين الله لا يوفقك الله لا يوفقك. اطلع 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 يا ابن ال حلو سوى حفظ. انا ما ادري من اللي وراي بس بركض. فاتني شيء وفاتك ساعة وربع والله فاتك اشياء بس ما عليك ان شاء الله البث محفوظ. حفظ 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 خليني اشرب موية شوي. الظهر اللي وراي الدب. الا الدب الدب هو هذه اغنيته. الاب مارتن الا الاب مارتن صح عليك الاب مارتن. تبن تبن وش ضيقة الصدر ذي وين اروح. الاب مارتن ايه الا جبتوه الاب مارتن. نزل البث مقطع والله اذا هو يعني اشوفه تشوفونه جيد عادي انزله مقطع ما عندي مشكلة. انا وين رايح الحين. لا في شيء غلط صح. اوكي من هنا من هنا. دائما في فتحات غريبة في اوتلاست. الخوف ألف والله تقريبا يعني هي نوع الرعب اللي فيها يعني ما تدري شلون تصنفه. حلو سوى سيف قفل. في كهرب هنا. طيب في كهرب يعني طف كهرب صح منطقي في أي لعبة. I need help. وشو في واحد يقول I need help هنا. ما في بطاريات بس والله ما في ما في في لا ما في
قفل الباب. إيه أنا بس بمشي وأقفل ذا البيبان وراي. ها؟ I can hear you. هير مين والناس نايمين يا الهطا دي. شوف دائما في اوتلاست اذا في صوت غريب الحق الصوت الغريب راح تلقى الحل صدقني. يا عمي وش الاصوات الغريبه ذي؟ وش ذا؟ اوه هنا اوكي بسرعه بسرعه بسرعة بسرعة. أنا مو بطفيت كهرب الحين المفروض. قول والله طفيت الكهرب. الباب 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 باب الكهرب باب الكهرب بسرعة. بسرعة بسرعة بسرعة. لا اشتغلت. يا عيال في كلب شغلها. وش أنت كاتب القصة؟ هذه اللي كاتب انت القصة الكلام الطويل هذا في الجزء الأول. هين هذه نهاية الجزء الأول. أذكرها أذكرها أنا لاعب الجزء الأول هذا دي ال سي الجزء الأول الحين. في واحد طفاه والله العظيم. الله لا يوفقه. والله إن في واحد هنا أنا أقول لكم إياها. والله إني داري يا يهودي أقسم بالله إني داري. كلابة. بسرعة بسرعة مطفي الحيوان عشان يروعني بس بسرعة لازم تركض بسرعة أدري بس هذا الحيوان لازم يطفيه الظاهر يلا ضف وجهك ضف وجهك بس وجهك ذا الذايب يا شيخ أبو شكلكم كلكم يجمعكم كلكم في ذا المكان يا يهود كم انت بعد الحين روعني كملها بعد ليش امان هنا اوه الشبح 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 والله ما ادري وين اروح اوه ماي جاد اوكي اوكي عدى 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 طلع يتمشى الشبح يتمشى يا عيال يعني ما منها يعني ان شاء الله اذى ما في شيء ما في شيء في منطقة الاشباح شكلها والله ما ادري من وين طبيعي هنا جدار يعني ليش رايح هنا تحت اوف مويا خير ان شاء الله خير شو ليلة النايت ميرز اقول اطلع 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 او تلاس اللي ما تابعها مع ملزلس فاته نص عمره انا بيلعبها عشان اتابعها مع ملزلس انا ما تابعت الاضافة عند ملزلس بس متابع اللعبة الاساسية كمية الشرطة المجلوطين هنا وش السالفة؟ اي وين نروح؟ وش صار راح تتغدى؟ والله جاء بوس واحد بس شو الوضع يا عيال؟ من هنا في شيء عند الشرطي والله ما ادري الصراحة ماي جاد طبعا اللي رمي يتوقع انه الشبح ترى يا عيال لانه هو ماسك ذا المنطقة كاملة اتوقع ترى والله هي تخلص بسرعة البطاريات تسمعون صوت الشبح ليه يكون هو البوس الجاي سوي عادة بناء يوفنتوس طيب ان شاء الله بس خلنا نلعب اوتلاست الحين لا مو من هنا مو على كيفك
سالفة. اوكي من هنا سوى سيف. اول ما يسوي سيف اذن في خرشة بتجي ولا بوس. هاي هذا المكان، هذا المكان مو باللي فيه الجزء الاول يعني قبل. اوكي موت، الموت لا تطيح وتخربها ارقى دو يا كلب. عرض. والله انا جالس اضغط اكسات عرض. الحين وش البوس؟ والله ما ادري الصراحه. يا شيخ انا جالس ارقى من اليوم. الله يقلع الحظ. كاميرا طيب معاك لان اذكر في الجزء الاول. وش سيسترا؟ معقولة فيها بوس هنا؟ والله ما ادري، يمكن الشبح البوس الجديد. والله ما ادري ما ادري. هذه تقول do you hear any sisters؟ ما ادري ايش تقول. سيسترز مين يا الغالية؟ من وين؟ حلو البطارية بتخلص. وين روح يا عيال؟ حلو انشبت انا. منا. يهو ارقى. في وحدة هنا. ما عندك بطاريات الا الا. بس انا ابغاها لين يخلص فهمت؟ عليكم السلام هلا. وين اللي يسولف؟ ابي اشوف. من وين نروح يا عيال؟ فوق؟ لا. تحت. تحت. في صوت. والله في صوت احد. اوكي هذا مكان، هذا متاهة. ايه يبوني اجي مع الممر الضيق. يا انا اعرف اوتلاست يبي لي شيء يروع في الممر ذا. اوكي ما جا شيء. غريبه ما جا شيء. الله يوفق العدو. جاء شيء خلاص. جاء شيء. في شيء جاي يركض بعد. اجفت فذا ما ادري وشو. جفت ايش يا اسطى؟ جفت ايش؟ موت. الموت. اوكي انا ما مطمن الحين. وش نوع الوحش ذا اللي بيجي؟ غريبه ما جاك بوس. ما ادري كويت. لا الله يقلع وجهك ذا الذايب يا ابن الذين. عمي خلصت البطاريات الله لا يوفقكم في ذا المكان. لا تتكلم انت. وش دريني واقسم بالله يجي كل ذا الرات ابوك. زين زين انا وين اروح؟ انا ضعت هنا. انا ضعت هنا. افتح افتح بسرعة. هذه وين هذا اللي تسولف؟ ها ادخل يا ولد. الذرات. وين الرعب في الموضوع؟ والله قوي يا شيخ. مجنون انت. شو القوة هذه؟ وين نروح؟ اما 11 دقيقة بس اللي صورتها بالكاميرا. ها؟ حلو.
حلو. في احد يلحقني او بيلحقني او يلحقني صح؟ انا اصفقك تصفيق. وين نروح يا اخي؟ مشكلة البطارية ذي. يمكن وراك مدري. اوه من هنا ابي اشوف ذا اللي تسولف. دريز هذا اللي سالف. ليش صوته حرمه؟ طيب وشو؟ اصبر اصبر اصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش جابك من هنا؟ ما اتفقنا على كذا حنا. وش ذا؟ حسبه وحش يا عيال. طلع انسان، انسان طبيعي. ما في هنا صراحه، ما يروع. انا يهمني الشكل الصراحه. بسرعه بسرعه. بطاريه حلو. اما عاد هذا اللي سالف ايش ذا؟ ليش صوت حرمه؟ طيب كم هير؟ لا لا شكله مو بوس، استهبال بس. استهبال صح؟ ايه استهبال استهبال شكله بدل. والله ما ادري عاد، انا ما ادري، ما ابغى اقول اسم احد ولا شيء. الله، اول مرة احس بطمأنينة. والله لا يوفق العدو. وش ذا؟ يا في مشهد ما له داعي. اصبر. هاي سووا نفسكم ما شفتوا. ها يوفق العدو هذا اللي تقولون فيه. الله لا يوفق العدو. بطارية تحتاجها بعدين. اي انا خلصت حقتي. الله يوفق العدو. طلع. وين اروح؟ هاي لا لا دقيقة دقيقة. المكان هذا شكله ليفل عالي. اها المكان هذا ليفل عالي. اصبر. في صوت واحد يركض وراي. ولا صوت رجولي ذا؟ صوت رجولي. داي داي وشو داي؟ داي شجاع ولا وش ذا؟ وات 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 وات. اصبر 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 اصبر. دقيقة دقيقة. هذا بوس؟ هذا بوس المفروض، لان شكله غير، مو بنفس اشكال السبايك اللي قبل شوي. هذا بوس. لا يمكن الدب. لا مو بالدب ذا، واحد ثاني. تحفظ البث؟ ايه. يبوفقه. شكله بوس ما اظن. لا معليش، الجو اجواء بوس ذا. شفوه شفوه، كني لمحته صح؟ والله ما ادري وينه يا عيال. سؤال سؤال، طيب انا وين اروح؟ هذا بيلعب غميضه معك. ايه غميضه غميضه بسكاكين ورشاش. انا عارف نوع الغميضه حقتهم في اوتلاست. بتبث فيفا اليوم؟ ما ادري ما ادري. وين اروح يا عيال؟ طيب وص صادني يا ولد. لا تنزل.
وين اروح؟ يا اوكي ياهو انتم مذل، كل شوي يطلعوا لي ذا المشهد. حاول ما ناظر انا. يا سيد علمني طيب وين اروح. اوكي ثاني موتة استاذنكم بتغدى وجهي. يلا خذ راحتك، مو بفايتك شيء لان البث محفوظ. وين اروح؟ اصبر. طيب هم وين ناطليني في النص ولا وشو؟ We met before. والله ما ادري، لازم تروح عندهم. عند مين؟ يشبه اللي في البداية اللي كسر الجهاز عليك. لا مستحيل انا نفس الشخص. يا جالس يقول كلام غريب ذا. ابوي جالس يقول كلام ما له داعي، خلكم ما تفهمون عشان ما تقدرون تقرون. شكله ذا يا عيال عنده مرحلة ما لها داعي مرة، الكلام اللي جالس يقوله ما يطمن. روح وراه. هو بيفتح لي الباب. متأكدين؟ لا يا عيال اتوقع مو بهو اللي بيفتح لي الباب. اروح وراه. اوكي يعني هو بيفتح الباب وانا اروح وراه. يقول كلام مو بكويس، داري عشان كذا انا قفلت الكلام عشان ما حد ياخذه. بعدين في بتجي لقطه اتوقع انك بتحط سكرين. طيب قبل ما تجي اللقطه نبهوني ها يا عيال لان ما له داعي. اوكي اذا في لقطه بعدين علموني قبلها عشان الواحد يقفل الشاشه، لأن والله الكلام اللي جالس يقوله ما يطمن من جد. بديت أخاف أنا. هو وينه طيب؟ يا عيال وينه؟ فتح الباب. فتح الباب ابو منشار. لا هذا مو ابو. اوكي صادني الله لا يوفقه. صادني يا ربي. وش ذا غثيث ذا يا عيال؟ هذا شكله الفاينل. قلتك راح وراه. ما ادري انا يا عيال مو بروح وراه. هو ما فتح الباب. اصبروا هو فتح الباب اللي على اليمين بعدين جاء اخذ لفه. الباب اللي اخذ منه لفه انا اروح ادخل معه، مو باني امشي وراه صح؟ يعني مو باني لازم الاحقه، لا انا اروح مع الباب. ايه هذا البوس حلو، يعني هذا البوس النهائي يب نفسه اللي في البداية. أما نفسه اللي في البداية صح علي صح؟ صح يا عمي تكفى. شلون أخفي الكلام؟ ما بالكلام يطلع. الله لا يوفقك، والله ما يطلع الكلام يا كلب. يضف وجهك بس سولف ها بدون ما تطلع الحروف. يلا تعال.
هذا يغدر بلاش. ويت فور ماني بقايله ضفاجك بس بسرعه بسرعه بسرعه. الباب 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 الباب. يا سلام. اوكي سك 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 اوكي سك. وليش تسكر الباب؟ ما ادري. وناي أبجي الحين فاهم وبطعنك بسرعة. الله لا يوفقه والله من جد الله لا يوفقه. اخلص اخلص عشان ما أكسر الكاميرا على راسك. يقدر يفتح الباب؟ يقدر أدري بس إنه يبطئ الباب. بسرعة. طب وين منحاش انا يعني؟ وما ادري والله. الله يقلع الله يقلع بسرعة. اوه افتح افتح. لا يا الغالي ما تجي زي كذا. كذاب والله انك كذاب ضف وجهك. I want you. اص لا تكمل. وشو والله اني ما ادري يا عيال رحت من هنا بس. عرض عرض. آه طحت من فوق. أوه مريض ذا. هذا يا عيال ناويني 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 إني شينا. then die ضف وجهك. يقول تموت ولا تقعد معي. تفضل الموت انك تقعد معي. والله اموت ولا اقعد معك. الله يقلع وجهك يا شيخ. امشي امشي اخلص بس. والله اموت ولا اجلس معي. اوه صرت اعرج. يا الله يا عيال شو اسمه. لا ما تسك الباب عكس عشان ما اعكس وجهك. بسرعة بسرعة. لقطة ما لها داعي. اصبر يا عيال علموني قبل اللقطة علموني لان في ناس كثير كتبوا لي في لقطة ما لها داعي. علموني قبل ما تجي. ما لها داعي نتجحفل واليوم جمعة. ما لها داعي. حلو هذا ما يفتح. يا خلو 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 يعدي. يمكن بعد شوي تقتله ما ادري. والله لا يوفق يا صاحبي. والله لا يوفق عرض. اللقطة 30 اوف ترى قدام الحين الحين يا عيال. اصبر اصبر والله لا انتظر عشان اعرف اقفل الشاشه ولا لا. يعني ذا منو مديني ذا الحين جاي اللقطه. اوكي اصبر اصبر جهز اصبع اني اقفل الشاشه. الحين طيب طيب الحين ما جا شيء. طيب الحين قفلها. يبي فاملي. ايش دخل يا تبي فاملي؟ اه انا عرفت نوع اللقطه. ما جا شيء ما جا شيء يا عيال. اوكي علق علق الكام علق الكام. اصلا احسن احسن الكام علق احسن. دقيقة يا اخوان. دقيقة دقيقة دقيقة.
كان معلق الله لا يوفقه مو بوقته بعد. اوكي رجعنا رجعنا. حلو بس خلاص ما يطلع صوت السوني عندكم صح؟ بعد 12 ساعة. لا لا ما في شيء يا عيال ها ما في شيء ما في شيء تتوهمون شكلكم. اصبر شوي اصبر شوي وش صار قل لنا ها بيقتل الظاهر. المهم يا اخوان اقول لكم سمعت ضحكة ابو مرسال كان شغلها لكم. ابو مرسال هنا ترى لا تحسبونه شيء ثاني. لا ابو مرسال اقتله اقتله بس وين اللقطة اللي تقولون بس اقتله ما في شيء. انا بغبش واطلع اذا طلع شيء عاد. ما في شيء. المهم يا اخوان اللي بيشوف اللقطة ما أنا مالي شغل فيه ما شغل فيه. هنفتح الشات عندي تقولي ايش أخبارك والله الحمد لله. قتله كيف طعنة طعنة بس طعنة. المهم أبو مرسال بالله نحتاجك الحين تكفى. اوكي والله ما طلعها والله. ايه اللقطه ذي مبنيه تخلص علوم اللقطه اول مو اي والله يا ويلي. غطي غطي هو الحين مسكني ترى ترى ماسكني. انا ودي اطلع لكم شوي بس ما ينفع هو ماسكني تراها الحين. ركز في الشات رجع ضحكة ابو مرسال اصبر. الكلام اللي يقوله متأثير والله ما ادري عنه الصراحة شلون من تأثير التجارب اللي عليه ما فهمت. يمكن هو مختل والله ما ادري ما ادري بس انا احاول اني اتجنب. عليكم السلام. هلا هلا والله افتحوا لنا سالفه يا اخوان. يا عمي متى بيخلص ذا خلاص. العب ريزيدنت وراك تبي تغير. خلصت يا عيال صح خلص. في واحد جاء انقذني. لا تبين شيء لا تبين ترى لعبي بدون الامور كلها. لا تبين شيء لا تبين شيء. ايوه ايوه خذ خذ سروال ولا خذ شيء. اوكي في واحد جاء انقذني ليش من ذا مثل جاء انقذني اصلا. انت لبس سروالك لبس لبس اي لبس. ساتر يا ساتر يا ساتر يا اخوان اشوانكم علمتوني ذا اللقطة فيه والله ولا كان ما ادري وشغلت الموضوع. لقطة اصلا اتوقع اليوتيوب يحجبها اتوقع اليوتيوب ما يرضى فيها او تويتش لذا الدرجة. انا اخلي مسؤوليتي من اي شخص بيروح يناظر انا مالي دخل بس شكرا للي قال لي عنها قبل عشان نتجنبها يعني. طبعا انا اعرج فما اتوقع عندني انحاش مره منه.
ياهو بتجلس الدور هنا. ترى اللاعب دون عفش. لا لا لبس 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 سرواله لبس شيك بس ولا ما هي. وين اروح طيب؟ شو اسمه يا كانتي؟ ايش فيك تروح معي يمين يسار؟ والله ما اقدر انحاش يا عيال. ايش رايكم اخليه يقتلني؟ ما اقدر انحاش وانا اعرج. يا عليك ظل. ما اقدر. بيصيدني. والله بيصيدني. وش ذا؟ يعني وش الاشياء اللي في ذا المرحله زائد 91 ذي زائد 92 اليوم الوطني. ايش فيه؟ اوه يا الله امشي 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 مفصل فساتين ذا. ايه واضحه واضحه هو شيبي واضح شيبي ذا. ايه امشي 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 يقلع شكلك يقلع شكلك. والله يا هم اصبر روح. يا ساتر الله يقلع. انحشت منه خلاص انحشت انحشت ورشقه خلاص يا عيال بسرعه. يا ساتر استر يبي يحولك. ايه اني داري انا فاهمه انا. رجع فايند ذا كي تو اكسس مي. طيب كي ايش؟ لا باقي. اما باقي يا عيال لا اله الا الله. ليش ظلام هنا مره؟ والله يا صوت الفولو عندي عالي خرشني ذا. الله يهديك اللي سويت فولو. ذي النهاية تقريبا. حلو في بث واحد بخلصها. الموت وش ذا الاشياء اللي فوق؟ يا جماعة الخير. غضوا 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 البصر غضوا البصر. غضوا البصر لا حد يطالع فوق لا حد يطالع فوق. والله يا عنده مو بمشرح هذا عنده مصلخ كامل. ما في بطارية سوقها. وين اي اوكي موجود هنا يا عيال. ما في بطارية. يغني يا يرى وقانك. ما في بطارية يا عيال. انت لعبت حق الشخصية الثانية. ايه الان هذا الان لاعب الشخصية الاولى. والله يقلع ظله وراي. والله اني داري والله اني داري. او ماي جاد او ماي من هنا من هنا من هنا من هنا تكفى. والله العظيم تعبت يا اخوان اقسم بالله. ابي افتك منه. المشكلة انه يبي شيء خطير. مالك الا النحشة. وين اروح انا؟ الله لا يوفق الله لا يوفقك. ما عندي بطارية يا عيال. ما عندي بطارية. مشكلة. الله لا يوفقه والله يخرج. بس المفروض من يوم اخذت المفتاح صح؟ بسرعة بسرعة. عندك طيب ليش ما يغير؟ ليش ما يغير بطارية؟ اضغط 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 ما يغير.
هذا اللي اقصده انا. حلو فللت البطارية. نظامه هو هدوء، ما يمديني انحاش، ما يمديني انحاش لاني اعرج. كل تبن بس كل تبن كل تبن. ها يال بس من وين الطريق بس عشان ناكله تبن وننحاش، ما ناكله تبن ونواجهه. ابو دارلينج والله اني ما ادري وين الطريق يا عيال اذا تبون الصدق. للمصرخ، للمصرخ اللي قبل شوي. يا اسطى هدي يا اسطى، تعطيني حركات كانتي ذي ما احبها. وقف هنا صح؟ اوه نزل نزل راسك، لا تشوف، نزل راسك. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. يا عيال يا عيال وين اروح يا عيال يا عيال؟ لا يا اخي يا شيخ ضف وجهك يا شيخ. هذا قوي قوي والله قوي يا عيال. الحين يقاتلك، ما قاتلني، قتلني ذا. قتلني، ما اعطاني 1 2 ذا. اوه بلاش، انا اصلا نسيت الباب اللي لازم افتحه، لازم ترجع للمخرج. ناسي وينه والله العظيم، ناسي ذا، مخلي فيني عقل ذا. يقلع الله يقلع. دقيقة يعني ارجع الحين مع نفس الباب ذا؟ ها؟ ما اشوف، ما اشوف وينه المصرخ. ايه المصرخ، اوكي اوكي ابشر ابشر. طيب 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 تحية. ايه ما دام راح من هنا الا صح عليكم. طيب يعني على طول على المصلخ، بعدين الفتحة اللي في المصلخ. جاهزين انطلاقة. بنرجع احسن، الاغنية ما تطمن. الحين هو ايش سوى فيك؟ ايش سوى فيني؟ لعب معي شوي، جلس يلعب يعني. لا تجلس. يا عيال والله يا هو مستفز صاير اللاعب حقي، يا هو مستفز بشكل. وين فيه؟ وين فيه؟ الباب. لا اصبر، اطلع اطلع من هنا. ابو دارلينج تعال بالله، شوفني شوفني صح، تعال بسرعة. لو صار ذكي وجاء من هنا ما لها داعي. لا تجلس يا عيال، ليش يجلس ذا من رجله يعني؟ واقعية يعني ولا وشو؟ من اول يا شيخ. اوكي سوى سيف، سوى سيف. اوه بسرعة، هدوء والله الهدوء ما يطمن والله العظيم. انا شغل لي الموسيقى وخليه يلاحقني، لا تعطيني هدوء. مو في يا عيال، مو في المصلخ.
والله يقلعك يا ابن الكلب. اوكي عرض، كيف الحال؟ هلا هلا والله. اح اح لا تطالع فوق، لا تطالع، صادني لا تطالع فوق يا مسلم. نا لله لا تطالع، الله لا يوفقك، لا الله لا يوفقك. لا اصبروا شوي لين اتحكم بعدين اوريكم، والله ما استغفر الله العلي العظيم. ايوه خلاص لا تطالع، لا تطالع ابو شكلك بموت انا. اوكي اح الكلب بيشن يا حيوان. والموت قلبتها عليه، قلبتها عليه بسم الله. مريض ذا والله، قلبتها عليه يا عيال. هنا ادرك بركت لينا والله مو بنا والشكل اطالع لها. خلاص خلاص الحرية، الحرية صح؟ ذبحته ترى يا عيال، ذبحته والله. ودي أوريكم بس ما أقدر، ما أقدر. اللي فوق ما أقدر أوريكم. انقلب السحر على الساحة، جلدته والله، جلدته صح. ما في أحد الحين، إيزي. أوه معقولة؟ خلاص الباب، الباب قلت لك بتذبح. اخيرا ذبحت شخصية واحدة على الاقل، اخيرا حسيت اللي يلعب فيه رجال ذا، ما غير يتدلع وينطق وينحاش. لا تحفظ البث، والله لا احفظه وانزله يوتيوب بعد يا رجال. الله اكبر جت علي. الله اوه النار، هذا هذا يوم يحترق في القصة الرئيسية، القصة الرئيسية يوم يحترق. هذا الدي ال سي قبل شوي، الشبح ما جاك؟ لا لا شكل الشبح بس في القصة الرئيسية. إلا النار ذي يذكرها. اوكي اي في واحد هنا، حلو علقت اللعبة خير. اي والله شفتوه، هذا البوس اللي في اللعبة الأولى يا عيال، صادوك صح عليهم، جاء البلاغ للشرطة. ايه وشو 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 وشو، في صوت غريب، وشو الا اللي في الكنيسة؟ ايه وشو الحين؟ انا ما ادري متقروش ولا ادري ايش السالفة حتى، والله ما ادري بس امشي بسرعة. والله جالسين ينفضونهم نفض الحين، شفتوا الكلب؟ انا ادعس على وجهك زين، انا اعطاك وطي. هذا اللي ما شاف الجزء الاول، هذا اللي قطع له، اي اللي قطع الاصبع هذا هو. ايه وين نروح طيب؟ منا يا عيال ولا وش؟ انا اعطاك وطي زين، ها وقف على وجهك بعد. من وين؟ الله أغنية الطمأنينة، طمأنينة شوي لا مروعيني. يلا يلا ضف وجهك بس، والله ما قد عندكم والله. اي والله نفس المكان، الدب مسك، لا الدب مصيره في القصة الرئيسية انت شفها، ما ابغى احرق عليك يعني، انت شف القصة الرئيسية عند احد ولا مثلا تابعها ولا شوفها في اليوتيوب ولا العبها. امان الوضع اطلع. ايه الموت الدب يموت بالقصه الاساسيه بالضبط. الله المكان حق القصه الرئيسيه والله هذا هو. بسرعه بسرعه ما شاء الله صرت تركض الحين، يوم ذاك بي يعني ساكت بس. مستر بارك
صرت الحين مستر بارك يا كلب، صرت مستر بارك هذا الحيوان يا عيال. ميك ديل اللي بيسوي معي اتفاقية. ما صدقه، ما صدقه. راح اقطع على وجهك زين تفهم. الله يقلع، الله يقلع. والله اني داري. لا لا يموت الشخصية حرام، يخلوني اقاتل لو مرة بس. موت. ايه السبح، السبح موجود يا اخواني. كفو. بس السبح موت. اوكي طيب لا يجي دوري، ها لا يجي دوري يا الشبح. بس انا اخاف يجي دوري. اصبر بسرعه بسرعه، ترى والله ما منهم امان، والله ما منهم امان. بس والله يفجر فجر يا عيال، والله يفجر فجر. معقوله خلاص العمود الفقري يجي؟ اوه مصح. والله خلاص شكله ذا بيطلع يا عيال. تكفون عطوني، لا تعطوني الامان وتغدرون. بسرعه بسرعه بسرعه، هذا المكان الاول هاي نذكره. اعلان. اوه وقف وقف، اعلان وقف عشان الناس ما تروح عليهم النهايه. اعلان اعلان. اوكي اوكي اوكي، في النهايه. اي شكل شكل النهايه. خلاص خلص يلا. ساتر هذا الجيب صح. اثر الشخصيه الاساسيه ما ابغى اقول مصيرها، بس يعني يمكن في ناس يعرفون ما يعرفون، بس ما ابغى احرق يعني بعدين. هذاك الشبح صح، هذاك الشبح صح. إلا والله هذا الشبح يا اخوان. هي ينحش، هي يرغالي. موت موت الموت 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 الموت. بس هو انحاش ولا مسك الشبح؟ والله ما ادري، بس شكله انحاش انحاش. باقي شيء. دقيقه انت تسولف اصبر. باقي عرض يا عيال، حسبني خلصت. اصبر نطلع الكلام بعد ذاك. والله ما طلع كلامه يا اخوان. ايوه I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something. الله لا يوفقهم. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. أوه. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? يعني لو اضغط upload بيخسر عائلته، بس انه الشركة على ما اظن بتتدمر اللي قبل شوي. مالي الابلود، احس بيحط لي خيارين. مالي الابلود، خلصناها يا اخوان. والله في بث واحد كويس، والله كويس، والله كويس كويس. الحرية، نعم الحرية. طبعا في نيو جيم نلعب القصة الاولى، بس ما راح العبها لاني اعرفها، حافظها حفظ. والله حلوة يا عيال، تقييمك للعبة والله جميلة. والله في ساعتين، والله هذا يجيك يا شيخ. انزله ساعتين كامل باليوتيوب، ما عندي مشكلة. والله حلوة. يا اخي ما ادري، احس ان يعني ساعتين لا معقولة ترى. اضافة ساعتين، دي ال سي ساعتين. كم تعطيها نجمة؟ والله اقدر اعطيها 4 نجوم من 5 نجوم تعتبر، لأنها إضافة جوا لعبة كذا يعني قوتها وهي إضافة. ورا شيء كويس، حلوة والله.
اللقطات قصها. لا والله ماني فاضي، شكلي برفع البث كامل، بس برفع ساعتين باليوتيوب، ماني فاضي يا قصقص. اوكي خلاص يعني خلصنا صح؟ شابتر، في شابتر، شوف الشابترات، المختبر، هذه هذه السجن. اوكي انصحك تابع الكوميك حق اللعبه لانك راح تفهم القصه. اوكي والله هو القصه الرئيسيه في اشياء ما فهمتها اذا تبي الصدق. تقفل انت؟ والله ما ادري اقفل البث ولا ودي اقفل البث وارفعه في اليوتيوب وناخذ راحه، ولو ابث ثاني مره فهمتوا؟ ما ادري عاد عنكم، ودي ارفع البث ذا في اليوتيوب اليوم. يبيلك تلعب باك رومز عشان تخرج صح مع ابلش كمل العصر، اصلا بياذن بعد شوي يا عيال، ايش رايكم نوقف؟ ولو ابث يمكن ابث يعني ما ادري، يمكن في الليل لو ابث ما ادري. اوكي يا اخوان ليل ام الرسائل. على العموم على العموم دقيقة نضبط الموضوع. خلاص خلاص بنقفل قفل البث. يعطيكم العافية وشكرا للي حضر بث اليوم. جاي نكتم بس صوت اللعبة. وان شاء الله البث الجاي ما ادري متى بيكون، بس اني بعلمكم قبله نفس طريقة هذا البث. اي بث بعلمكم قبله. اوكي؟ نبي ابو مرسال، والله اذا بلعب ابو مرسال ماني معطيها حقها لانه خلاص يعني حيل انهد فهمتوا؟ خلاص يعني. فيعطيكم العافيه وشكرا اللي حضر البث من بدايه للنهايه، والصراحه لعبه ممتعه وشوني لعبتها والله والله جميله. فالى اللقاء يا اخوان، الى اللقاء.